وقل رب زدني علما. يعني الوسطية تطلق كثير وتوجب على المسلمين، ولا نراها يعني تحكم على اليهود والنصارى. فمثلا الآن يعني الحملات الصليبية يعني تقوم بتشريد وقتل المسلمين، ولا حتى اعتراف بأن هذا يعني اعتداء أو هذا تطرف أو هذا غلو. فقط التطرف والغلو يكون من المسلمين، بحيث لو حتى أنكر الإنسان إنكار بغير أسلوب سمي هذا تطرف. فما السبب في هذا يا فضيلة الشيخ؟ الأمر الذي ينبغي أن يدرك، وقد أشار إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أن مسألة الغلو والتشدد أو الغلو والتسامح في الأمة ومفهوم ذلك. نقول أن خلق جو للإنسان في ذلك يستطيع أن يصير من حيث لا يشعر على مفهوم من مفاهيم الغلو. لو وضعت الإنسان في حجرة باردة، وضعت الإنسان في حجرة حارة، ثم أخرجت الإنسان في جو واحد بعد ذلك متوسط بينهما، لكان الذي يكون في حجرة باردة يصف الجو في ذلك بالحرارة، والذي يكون في غرفة حارة يصف ذلك في البرودة. الذي يؤثر على الجو العام ما يتعلق بالإعلام وغير ذلك، ما يتعلق أيضا بثقافة الناس التي يطر عليها كحال خلق جو ذهني أو فكري، حتى يقوم الناس وينساقون وينفرون من وسطية ويذهبون إلى وسطية صنعوا لها. ولهذا تجد أن كثير من الناس ينظر مثلا في بيئة من البيئات يجد مثلا فيها الانسلاخ من أمور التعري وأمور كذلك الفواحش وغير ذلك، ثم يظن أن التوسط في ذلك أن تبدي المرأة شيئا أو جزءا من عورتها، بينما هذا الظهور هذا لم يكن في شرعة من الشرائع. ولهذا نقول أن هذه المعاني مردها في ذلك ليست إلى بيئة الإنسان ولا الجو الذي يصنع له. الذي صنع للأمة في هذا الزمن جو من جملة من المعاني حتى سيقت الأمة من حيث لا تشعر، بحيث تنفر عن شيء تظن أنه غلو، بينما خلق لها ذلك الجو حتى تنفر منه إلى جو مضاد. ولهذا نقول إن الأمة إنما ذاب لديها عقيدتها، ذابت لديها ما يتعلق بأصولها العامة، خلق لها شيء من الجو في معاني التشدد، صنع لها شيء من ذلك، لماذا حتى ينفروا من السياسة الفكرية، سياسة التعامل مع العقول. إذا أردت الإنسان أن يتوجه إلى طريق معين وسط، لا تدلهم عليه، وإنما اخلق جبهتين. الجبهة الأولى جبهة ضالة، وقم ببيان تشددها وغلوها، وجبهة أخرى منسلخة يأتي الناس لا إرادة في التوسط في ذلك. لماذا؟ لأنك أنت خلقت الجبهتين، ثم هم لا إراديا جاءوا إلى هذا الوسط. ثمة جو عام خلقه الإعلام بالإعلام الغربي، وكذلك أيضا الإعلام الشرقي من عملائه وغير ذلك، إلى وصف صفة معينة من جهة العقائد والأقوال والسلوكيات على أنها شيء من التشدد وشيء من الغلو، وكذلك أيضا الإرهاب وغير هذا. جانب آخر مفهوم من جوانب الانسلاخ، ذهبوا إلى وصف الانسلاخ والانحلال إلى معاني بعيدة جدا، حتى يتوسط الإنسان بين أمرين. فجاء هذه الوسطية، هي وسطية مصنوعة، صنعت أطرافها وما صنعت هي في ذاتها، فأصبح يساق الإنسان في ذلك كحال سياسة الإنسان أو سوقه لشيء من بهائمه. فلهذا نقول إن تساق العقول بشيء من المؤثرات الخارجة عنها. لهذا نقول إن الوسطية الحقيقية هي وسطية الكتاب والسنة، ليست وسطية تصنع أو تؤثر على العقول أو ربما شيء من المغريات والأهواء وغير ذلك. هذه الأهواء والتقلبات والأخلاق والعقائد الانحراف التي تأتي تطرأ على الأمة، هذه لا قيمة لها، وإنما القيمة في ذلك إنما هو في الأصل العام. انظر إلى وسطية الإسلام في جانب العقائد. الوسطية الإسلام تتضح في نظرك إلى سائر العقائد بمجموعها من انحراف. عقيدة الإسلام وسطية في جانب العقائد، لا تنفي وجود رب فتلحد، ولا تعدد الآلهة، وإنما هو إله واحد. وكذلك أيضا من جهة التعلق بالخالق، لا رهبانية من انقطاع لله سبحانه وتعالى مع تضييع جانب الدنيا. ولهذا يروى في الخبر من حديث طاووس بن كيسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رهبانية في الإسلام، يعني أنه لا تبتل والانقطاع، وإنما هي وسطية في ذلك. كذلك أيضا في جانب الأموال، النظر إلى هذا ينبغي أن ينظر إلى أصل التشريع ووجوه الضلال والانحراف في ذلك. ولهذا نقول ما من أحد يحسن تأمل الأفكار وعدها وما يتعلق العقائد كذلك والفروع، أي وعدها عن يمين وشمال، إلا ويكتشف ولو امتد به العمر أن شريعة الإسلام هي الشريعة الوسطية. ولكن الخلل في ذلك أن الإنسان يعجز عن إدراك هذه الشرائع الباطلة عن يمين وشمال، فيقوم بتناول أقرب شيء إليه يتوافق مع بيئته، ثم يكتشف بعد ذلك أنه على ضلال وانحراف.